هذه كانت تنظيم ديال الجائزه الكبرى لافريقيا للدوره الثانيه من بعد الدوره ديال السنه الماضيه اللي كانت من بعد 10 دورات في فرنسا في باريس، وتقرر المنظمين باش ينظموها في بلادنا. جائزه كبرى افريقيا ستكون في القاره الافريقيه، ولكن الحمد لله كان قرار باش تنظم سنه اخرى في المغرب، وان شاء الله في السنوات المقبله من بعد النجاح ديال التظاهرات السنه الماضيه، وايضا بالنسبه لرد فعل المشاركين من 10 دول إفريقية اللي كانوا فخورين أنه يشوفوا هذه الجائزة الكبرى في القارة الإفريقية، وأيضا كانوا فرحانين ومسرورين باش يشوفوا جودة تنظيم سباقات الخيول في بلادنا، واللي كتشوفوا اليوم الحمد لله هاد 6 ديال السباقات والجائزة الكبرى ديال إفريقيا. وكان طلب منهم أنه يكون واحد التصدير ديال هاد السباقات يعني عبر الشاشة في هاد الدول الإفريقية، وإن شاء الله الشركة الملكية لجزائر الفرس هتبذل مجهود في الشهور المقبلة إن شاء الله باش تلقي يعني باش تجاوب إيجابيا هاد الطلبات هادو، وإن شاء الله يكون تبادل ويكون واحد تصدير الخبرة المغربية للقارة الإفريقية كما للقطاعات الأخرى الحمد لله. هاد السنة هادي اللي ميزها كنظن هو يعني المشاركة ديال المشاركين الأفارقة اللي كانوا عارفين أن السنة الأولى جاوا كيف كنقولوا بلا ما يكونوا عارفين يعني هذا المستوى اللي وصلنا ليه، ولكن أيضا يعني كانت معهم بيناتهم قالوا أودي ما حضرتيش العام اللي داز خصك تجي تحضر، ولكن أيضا احنا طورنا واحد المنظومة المعلومية اللي سميتها جاما اللي باش اللي كانت تنظيم الالعاب، واللي قدمناها لهاد الشركات الافريقيه، واللي كان واحد الاهتمام وطلب من طرفهم باش يكون واحد يعني باش نقدروا نصدروها او نطوروها في الدول ديالهم باش يحسنوا جوده تنظيم الالعاب في بلادهم.